بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد. منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقات هذا الناموس الجميل، هذا الناموس المميز، هذا الانطلاق الذي يحمل هذه الإثارة الجميلة، الإثارة الجميلة. أذهب هناك، أذهب إلى الصدارة، أذهب إلى الناموس، أذهب إلى العنوان اللي في المركز الأول. ما شاء الله مجد في المركز الأول سيف بن مهير بن واس الجسبي، بينما اللي في المركز الثاني الأمار، في المركز الثاني حمد بن عبد الله بن حميدات الجسبي. نقلتنا إلى المركز الثالث. المركز الثالث هناك من الجانب الثاني ثنتين مسجلات، رقم 29، ولكن شعار راشد من خلف من مطر بن علوان الجسبي هناك من الجانب الثاني، بينما اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع الشاهنية سيف بن راشد بن عبيد بن دغيش الجسبي. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول. يا سلام يا سيف، يا سلام يا بن واس، ما شاء الله مجد. سيف بن مهير بن واس اجتبي النقلة على المركز الثاني الشاهنية سيف بن راشد بن عبيد بن دغيش. سيف أولا وثانيا سيف، ولكن من صاحب الحظ السعيد. بينما اللي في المركز الثالث، اللي في المركز الثالث هناك عرب سعيد بن حمد بن علي العامري من يقدم. عرب دائما العروبة ممتازة. النقلة على المركز الرابع نحو اللي في المركز الرابع راشد مسعيد بن منانه الجسبي. يا سلام. بينما اللي في المركز الخامس، اللي في المركز الخامس زعفران سعيد بن سالم بن مبارك الجزيعي الجسبي. انتقل وياكم الى المركز السادس. اللي في المركز السادس مشكوره لعلي بن سعيد بن علي بن لومية الجسبي. بينما اللي في المركز السابع، المركز السابع الامار حمد بن عبد الله بن حميدات الجسبي. وفي المركز الثامن هناك من الجانب الثاني ناصي احمد بن عبد الله بن تريس الظاهري. بينما اللي في المركز التاسع، اللي في المركز التاسع اعتزال راشد بن سعيد بن منانه الجسبي. وفي المركز العاشر وصل التفجير، هناك في المركز العاشر عبد الله بن سعيد بن محمد بن زهره الخيلي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا كان الوصف التفصيلي لمراكز دعناها عليكم بالوفاء والتمام. التواصل مستمعينا مستمرا، وبن دغيش غير مجريات الامور من صالحه، غير مجريات الامور، غير بروتوكول هذا الشوط. ما شاء الله اللي هي شاهينيه سيف بن راشد بن عبيد بن دغيش الجسبي. النقله هناك على المركز الثاني عرب سعيد بن حمد بن علي العامري. وفي المركز الثالث ما شاء الله نهو في ثالث المراكز لراشد بن سعيد بن منانه الجسبي. وفي الله يا تفجير، وصل الشاعر. اظني اليوم بتوصل القصيده، اظني بتوصلنا بيات في كل اسبوع، في كل اسبوع يمسينا ببيت ولا ببيتين ولا ثلاث. الشاعر سعيد بن محمد بن سعيد المري. هكذا كانت النتيجه. يا سلام يا الدبسه، وصلت اوصلت اوصلت مهابه لقدير بن محمد بن مطر بن قدير الجسبي. هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت نتيجتنا ايها الاخوه للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام. الله يا زعفران، لسعيد بن سالم بن مبارك الجزيعي الجسبي، اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، سلام يا الجزيعي، سلام، سلام يا الجزيعي، سلام، سلام زعفران، سلام، سلام سعيد بن سالم بن مبارك الجزيعي الجسبي. تحية واحترام لمالك هذا الشعار، وسق الله دارك يا الجزيعي على هذا المال الجميل. بينما اللي في المركز الثاني سعيد بن محمد بن سعيد المري، المركز الثالث لسيف بن راشد بن عبيد بن دغيش، المركز الرابع ايها الاخوه اللي في المركز الرابع سعيد بن حمد بن علي العامري، وفي المركز الخامس غدير بن محمد بن مطر بن غديش. تبي 6 دقائق التوقيت الزمني و11 ثانيه 88 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس.